أهلا بكم، والبداية من الرياض، حيث جمعت المملكة العربية السعودية شمل المجلس الرئاسي اليمني بعد أن تعثر عقد اجتماعاته في عدن عقب أحداث شبوة في أغسطس الماضي ومغادرة أعضاء المجلس عدن على خلفية تلك الأحداث. ووفقا لمسؤول حكومي، فإن اللقاء تم بالأمس بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقد بحث الخلافات التي تعصف بالمجلس وأدت إلى تعطيل اجتماعاته منذ مغادرة العليم عدن في 15 من أغسطس الماضي. وأضاف المسؤول لموقع العربي الجديد أن اللقاء بحث التوافق على إصدار القرارات، إذ يتهم بعض أعضاء المجلس يتهم العليم بإصدار قرارات تحابي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. كما تم بحث اللائحة المنظمة لأعمال المجلس وصفات وصلاحيات الأعضاء في ظل اشتداد الخلافات مؤخرا بين أعضاء المجلس على خلفية استحواذ طرف متمثل في المجلس الانتقالي على قراراته وغياب التوافق بين مكوناته المختلفة، والتي برزت بوضوح في التعيينات الأخيرة في الجيش والأمن والقضاء. لمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الخبير العسكري والاستراتيجي علي الذهب، نرحب بك. بداية، كيف تقرأ اجتماع مجلس القيادة الرئاسي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وما دلالات الاجتماع في هذا التوقيت؟ في واقع الأمر، هذا اللقاء هو إلى حد كبير أنا أعتقد أنه لقاء أو توافق شكلي لا يمس جوهر الخلافات العميقة داخل صفوف المجلس الرئاسي، لأن مكونات المجلس تحمل وجهات متضاربة إزاء القضية الوطنية، وتتفق في حقيقتها مع في مواجهة الحوثي، ولكنها تختلف في الأجندة الكبرى، بمعنى أن المجلس الانتقالي من اسمه المجلس الانتقالي الجنوبي هو مجلس انفصالي يبحث عن تقرير المصير الجنوب بعيدا عن المصير اليمن ككل، ولديه قوات ضاربة مدعومة خارجيا وتبسط نفوذها على الكثير من المناطق المحافظة الجنوبية، ويحاول التوسع كما حصل الآن في شبوة وأبين باتجاه المهرة وأيضا حضرموت. التوافق الحاصل هو توافق من اجل يعني يبديها المجلس الانتقالي للحصول على المزيد من المكاسب، وهو يكرر التجربه الحوثيه عندما وصلت الى صنعاء وحاولت تطويع الحكومه لتحقيق مصالحها، واعترف الرئيس هادي بصريح العباره بان الحوثيين في ذلك الوقت انما يريدون منه ان يوقع على القرارات بحيث يكون مظله لهم، وهذا هو الحاصل الان. يريد المجلس الانتقالي الجنوبي بما يملك من قوة وسيطرة على الأرض أن يسخر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور أسد العليمي لتنفيذ وتمرير القرارات بعيدا عن اللائحة التي تحدد هذه القرارات وآلية اتخاذها. نعم، إذن ألن يكون للاجتماع الأخير تأثيرات على ما يجري على الأرض سواء في المحافظات المحررة أو تلك التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية؟ في الوضع الراهن نحن نتحدث عن هدنة، والهدنة الآن أوقفت العمليات العسكرية بشكل واضح داخل المناطق أو في خطوط مناطق خطوط التماس، وما يجري هو في حقيقة الأمر هو كما قلنا أنه لا يدعم سوى مشروع المجلس الانتقالي وهو مشروع الانفصال. أتصور أنه ليس إذا مدّت الهدنة فلن يكون لها بهذا التوافق إن حصل تأثير إلا بما يخدم المجلس الانتقالي، لأنه استفاد كثيرا من عملية انتقال السلطة في 7 إبريل، فمدد نفوذه تحت مكافحة الإرهاب في أبيان وفي شبوة، وهو يتطلع أيضا للسيطرة على ما تبقى من محافظة الجنوب وعن ذلك المهرة وحضرموت. أما القطرة فهي خاضعة له منذ عام 2020. ماذا عن الاجتماع؟ يعني لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هل تتوقعون أن يكون هناك ارتباط بين اقتراب موعد انتهاء الهدنة الأممية ربما مع لقاء رئيس المجلس الرئاسي بوزير الدفاع السعودي؟
هذا من جانب. نعم هناك يعني الهدنة قاربت على تجديدها الثاني قارب على الانتهاء، وسيجري التمديد ربما لستة أشهر أو لشهرين متتاليين في الثاني من أكتوبر القادم، وهذا يتطلب أن يكون التوافق حاصل. ولكن في كل الأحوال أنا أتصور أنه لن يكون هنالك، طالما أن هنالك هدنة فلن تكون هناك مواجهات عسكرية، وبالتالي فإن كل طرف يحاول فرض إرادته السياسية على الأرض، إلا أن طرف الرئيس أو الدكتور رشاد العمي هو أعتقد أنه الطرف الأضعف، لأنه لا يمتلك قوة ضاربة يستطيع بها فرض إرادته السياسية الوطنية تجاه القضية الوطنية في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي. فضلا عن ذلك اللجنة العسكرية إلى الآن لم تقم بأي أعمال من شأنها دمج وإعادة تكامل القوات، بل مكنت المجلس الانتقالي من فرض نفوذه، وهذا كله استنزاف لوقت مصلحة هذا المجلس. الخبير العسكري والاستراتيجي علي الذهب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.